السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيكم عاصم منصور من شركة أوربكس في النظر الرمية الأسبوعية اليوم 13 يوليو 2021. نبدأ بتداولات مؤشر الدولار الأمريكي اللي كما ذكرنا بالأمس يترقب بيانات هامة جدا، وهي بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الساعة 12:30 مساء بتوقيت جرينتش. يمكنكم الاطلاع على المزيد من التفاصيل في الفيديو الصادر بالأمس. وبشكل مختصر، في حال جاءت القراءة أعلى من المتوقع فمن المتوقع أن نشهد تعافي لمؤشر الدولار الامريكي صوب المستوى 92.85، ولكن اذا جاءت القراءه دون المتوقع من المتوقع ان نشهد كسر المستوى 92 على ان يواصل الدولار تراجعه الى مستوى الدعم التالي قرابه المستوى 91.50. تعني تلك البيانات إلقاء الفدرال الامريكي على اساس التسهيليه لفتره اطول من الوقت في حال مجيئها دون المتوقع. ولكن بشكل عام من الناحيه الفنيه تظل ايضا النظره الشرائيه قائمه على المدى المتوسط، طالما استقرت تداولات مؤشر الدولار الامريكي اعلى مستويات 91.50، ونترقب او تقاطع المتوسط المتحرك 100 مع المتوسط المتحرك 200 على المدار الزمني اليومي لاستهداف المستوى 93.50 على المدى المتوسط، وتظل تلك النظره قائمه ما لم يغلق مؤشر الدولار على الاطار الزمني اليومي اسفل مستوى 91.50. وبالنسبه لتداولات اليورو دولار، تعتبر اي عمليات تصحيحيه صوب المستوى 1.1975 هي عمليات تصحيحيه مؤقته، ومتوقع ان يستأنف اليورو دولار تراجعه قرابه مستوى الدعم مستويات 1.17. وتظل ايضا النظره السلبيه قائمه بالنسبه لتداولات اليورو دولار طالما استقرت التداولات اسفل مستويات 1.20. ولدينا بالفعل اضطراب يعني تاكيد لتقاطع المتوسط المتحرك 100 مع المتوسط المتحرك 200 على الاطار الزمني اليومي، مما يدعم زياده جني الزوج زخم سلبي لمواصلة الهبوط خلال الأيام المقبلة. وبالنسبة للزوج الاسترليني دولار، لا جديدة بالنسبة للنظرة الحيادية باستقرار التداولات ما بين المستويات 1.3670 والمستويات 1.40، والشراء سيكون بإغلاق يومي فقط أعلى مستويات 1.40. أما من الناحية يعني العابطة، من المتوقع أن يتلقى الزوج دعم قوي عند مستويات 1.3670 المتمثلة في يعني أدنى مستويات الزوج في شهر مارس الماضي وشهر ابريل الماضي، بالاضافه الى المتوسط المتحرك اليومي 200. وتلك المستويات في حال ارتداد منها صعودا ستكون فرصه جيده جدا لبناء تنفذات شرائيه باستهداف اكثر من 200 نقطه على المدى المتوسط. وبالنسبه لتداولات الدولار ين، يقترب ايضا السوق من اعاده اختبار خط الاتجاه الصاعد المكسور على الاطار الزمني الاربع ساعات. المستويات 110.50 ستكون مستويات هامه جدا في تحديد اتجاه السوق خلال الفتره المقبله. في حال فشل الدولارين في اختراق تلك المستويات، من المتوقع ان نعود مره اخرى الى مستويات 109.50. اما اغلاق اعلى مستويات 110.80 سيدفع الزوج للارتفاع مره اخرى الى مستويات 111.65. وبالنسبه لتداولات اسعار الذهب، بالفعل سجل الذهب تراجع قوي جدا قرابه مستويات 1790 بعد كسر خط الاتجاه الصاعد على الدارات الزمنيه الاكثر زمنا. ولكن بشكل عام المتوقع ان نشهد ايضا استمرار الحركة العرضية طالما استقرت الدولات بين المستويات 1790 والمستويات 1820. كسر المستويات 1790 والاستقرار اسفلها سيدعم التراجع الى المستويات 1775 دولار للأونصة، ومستويات 1820 ستمثل مستويات مقاومة قد يتم عندها جني ارباح. لكن دون ذلك من المتوقع ان تستمر الحركة العرضية في نطاق من حوالي من 20 ل 30 دولار داخل نطاق عرضي في انتظار كسر هذا النطاق لتحديد الاتجاه القاطع. واخيرا بالنسبه لتداولات الداو جونز، اقترب المؤشر بالفعل من النطاق المستهدف 35000 والتي تم الاشاره اليه سابقا على المدى الطويل. من المتوقع ان نشهد عمليات جني ارباح قرابه المستويات 35000 قد تدفعه لاعاده اختبار مستوى المقاومه الذي تحول الى دعم في الوقت الحالي قرابه المستويات 34860. الاختراق الواضح لمستويات 35000 سيدعم الارتفاع للمستويات 36000، ولكن من المبكر الحديث عن هذا السيناريو الا في حال استقرت الولايات المؤشر الداو جونز اعلى تلك المستويات. ولكن من ناحيه اخرى، الاغلاق اسفل مستويات 34720 سيدعم ايضا العوده لنطاق التداول العرضي والاستقرار ما بين المستويات 34200 والمستويات 34860. كانت هذه نظره سريعه للاسواق، نتمنى لكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.